ازيكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير النهاردة مع حلقة جديدة وقصة جديدة من قصص المتابعين والنهاردة هحكي لكم قصة واحدة بس طويلة شوية وانا معرفش هل القصة دي حقيقية ولا مش حقيقية انا هحكيها لكم زي ما اتبعتتلي بالظبط وانتوا اللي تحكموا عليها وتقولوا رأيكم فيها في الكومنتات تحت الفيديو وانا قبل ما احكي القصة دي بشكركم جدا 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 لان انتوا وصلتوا الفيديو الاخراني لاكتر من عشر تلاف لايك وانا الصراحة مش مصدق نفسي اخر فيديو انه عدى اخيرا العشر تلاف لايك فانا الصراحة بشكركم من كل قلبي ان انتو وصلتوا الفيديو الاخراني للعدد الكبير ده من اللايكات وبكده انتوا بتقدموا ليا اكبر دعم لان الدعم الوحيد اللي انا بطلبه منكم بس ان انتوا تعملوا لايك وشير للفيديوهات وتشتركوا في القناه لو انتوا لسه مش مشتركين وبس على كده ما بطلبش اي حاجه تانية ولو انتم حابين تتابعوني على صفحه الفيس وعلى حساب التيك توك وعلى حساب الانستجرام ده يبقى كرم منكم كبير جدا وهتلاقوا لينكات الحسابات دي كلها في وصف الفيديو تحت المهم عشان ما اطولش عليكم المقدمه اطول من كده استعدوا وجهزوا علشان نحكي قصتنا النهارده بيقول صاحب القصه كنت قاعد بالليل في كافيه في الغردقه انا وجماعه اصحابي من اللي شغالين في مجال السياحه والآثار، كنا بنتكلم عن الاكتشافات الاثريه الجديده اللي لقوها في منطقه سقاره، والكلام خط بعضه ولقينا نفسنا بنتكلم عن الناس النباشين اللي هم بيدوروا عن الاثار بطريقه غير شرعيه، وانهم بيستخدموا طرق غير علميه علشان يلاقوا بيها الاثار او الكنوز دي، طرق بقى بتتعلق بالسحر والجن والزبق الاحمر والكلام ده، على عكس الطرق العلميه اللي بيستخدمها علماء الاثار. المهم واحنا بنتكلم في المواضيع دي لاحظت واحد من اصدقائي دول كان مركز قوي معانا في الكلام وعمال يشرب سجاير كتير وهو عمال يسمعنا وكان باين عليه التوتر والقلق قوي وهو رامي ودنه معانا وصديقي ده شغال مترجم فرنسي وبيتكلم الفرنسيه بطلاقه. خلصنا قعدتنا وحاسبنا على المشاريب وقمنا علشان نروح على بيوتنا، فلقيت صديقي المتوتر ده قال لي تعالى اوصلك بعربيتي للبيت، فقلت له لا شكرا فاصر عليا إنه يوصلني. قلت له خلاص ماشي طالما أنت مُصر خلاص هاجي معاك. وإحنا في الطريق قال لي تفتكر إن الفراعنة كانوا بيستخدموا السحر في حماية الآثار أو الكنوز بتاعتهم. قلت له أيوه ده حقيقي وفي مصادر كتير موثوق منها اتكلمت عن سحر الفراعنة وقدماء المصريين كانوا بارعين جدا في السحر والدليل على كده إن الله سبحانه وتعالى خلى النبي موسى يتحدى سحرة فرعون اللي كانوا أعظم الصحرة في زمانهم عشان يثبت لهم إنه نبي من عند الله ويثبت لهم ان قدرة الله عز وجل اقوي بكتير من سحرهم اللي ربنا وصفه في القرآن بسحر عظيم لكن كل المعلومات اللي نعرفها عن سحر الفراعنة قليلة جدا فقال لي خلاص ماشي هاجي بكرة ان شاء الله بعد صلاة العشاء عشان احكي لك على قصة غريبة حصلت معايا بس ارجوك اوعى تحكي القصة دي لاصحابك لا يتريقوا عليا وابقى مسخرة وسطيهم ولو عايز تحكيها ما تقولش لاي حد ان انا صاحب القصة دي فوعدته وقلت له خلاص ماشي متفقين تاني يوم قابلته في الميعاد بتاعنا في كافيتيريا على البحر الاحمر وقعدنا على ترابيزة بعيدة كده متطرفة علشان ما حدش يسمعنا وطلبنا قهوة وقلت له ها يلا بقى احكي قصتك وبدا يحكيلي لي وهو متوتر وخايف وعمال يشرب سجاير بشراهه قال من 25 سنة جاله صديق وقال له ان في خواجة بلجيكي طلب منه مترجم فرنسي ومحتاجه في شغلانة مهمة وهيدفع مبلغ كبير جدا بشرط ان الشخص المترجم اللي طلبه الراجل البلجيكي يكون بيتكلم الفرنسية باتقان فبيقول صاحبي رحت علشان اقابل الراجل البلجيكي ده اللي طالب مترجم فرنسي وقابلته واتأكد فعلا ان انا بتكلم فرنسي ممتاز جدا يمكن احسن من الفرنسويين نفسهم فقال الراجل البلجيكي تمام بص انا كمان يومين هيجي مجموعه اصدقاء ليا من بلجيكا وفرنسا وهنطلع كده سوا رحله في الصحراء وانت مهمتك كده ان انت تترجم ما بينهم بشرط ان الرحله اللي هنطلعها دي سريه جدا جدا ومهما شفت او سمعت اي حاجه غريبه في رحلتنا اياك تحكي عنها لاي مخلوق واياك طوال الرحله تفضل تسال على اي حاجه وتعمل بس اللي يطلب منك وعرض عليا الراجل البلجيكي مبلغ ألف دولار وده مبلغ بالنسبه لي خيالي فوافقت طبعا من غير اعتراض وطلع من جيبه 5000 دولار واداهم لي عربون والباقي لما الرحله تخلص واكد عليا للمره الثانيه السريه الشديده للرحله دي وقال لي حتى صاحبك اللي جابك عندي ما تحكلوش اي حاجه قلت له خلاص تمام متفقين قال لي خلاص تعالى كمان يومين يكون بقيه الجروب وصلوا وبالفعل رحت له في الميعاد المحدد كمان يومين فلقيت معاه واحده ست في الخمسينات تقريبا من عمرها، وكانت الست دي عينيها مرعبه جدا ووشها مخيف، وكانت بتدخن بطريقه شرهه، وكان معاها اتنين رجاله تانيين، وكان الاتنين الرجاله دول مصريين من الصعيد، كان باين جدا من لبسهم وشكلهم، وكانت ملامح وشهم قاسيه، تقريبا كده الاتنين دول بوديجاردات او حراس، كان واحد منهم ساكت ما بيتكلمش خالص، والتاني كان بيتكلم مع الراجل البلجيكي، وتقريبا كده كانوا عارفين الراجل البلجيكي والست اللي معادي كويس قوي. المهم الراجل البلجيكي قال لي جهز نفسك وهات حاجتك وشنطه هدومك معاك علشان هنتحرك كمان يومين، وبالفعل جهزت كل حاجتي وقابلته كمان يومين في المكان اللي اتفقنا عليه، ولقيت ست عربيات دفع رباعي مستنييني، وكانت العربيات متحمله بالخيم وصناديق البيره والخمور وجميع لوازم المعسكر بتاعهم، وكان في العربيات ناس اجانب من بلجيكا وفرنسا، وكانت الست المرعبه دي معاهم، وكان معاهم حبه عمال المصريين. وكان في واحد معاهم من البوديجاردات اللي انا شفتهم مع الست من يومين لكن الحارس التاني ما كانش موجود فسألت الرجل البلجيكي عليه هو الشخص التاني ده ما جاش ليه فلقيت الراجل البلجيكي بصلي كده وقال لي احنا مش اتفقنا ان انت مالكش دعوة باي حاجة خالص وما تسألش عن اي حاجة نهائي فقلت له معلش مقصودش اسف نسيت فقال لي على العموم ان الشخص التاني ده هيقابلهم هناك بعدين في المكان اللي هم هيروحوه وقال لي اتمنى ان يكون ده اخر سؤال اسأله وما اسألش على اي حاجة تاني فقلت له حاضر المهم اتحركت العربيات بينا من مدينة الغردقة لحد مدينة القصير على البحر الاحمر وبعدين دخلنا على طريق القصير اللي بيوصلك عن طريق الصحراء الشرقيه لمدينه قنا المسافه ما بين القصير وقنا حوالي 200 كيلو وقبل قنا ب 20 كيلو في مدينه اسمها قفط العربيات وقفت بينا في الصحراء علي بعد خمسين كيلو من مدينه قفط ومعلوماتي عن المنطقه الصحراويه دي ان بيطلقوا عليها اسم اللقيطه او في الصعيد بيقولوا اللقيطه والمنطقه دي زمان قبل ما تتحول لمنطقه صحراويه كانت في عهد الفراعنه منطقه زراعيه وكان نهر النيل ممتد ليها وكان فيها بلد وسوق كبير جدا لانهم لما بيحفروا تحت الرمله في المنطقه دي بيلاقوا الطمي بتاع النيل ده غير الاثار اللي بتدل ان المنطقه دي كان فيها بشر في العصور القديمه المهم العربيات طلعت من على الاسفلت وابتدت تدخل جوه الصحراء وفضلنا ماشيين جوه الصحراء حوالي ساعة بحالها ووقفنا في منطقة فيها كسبان رملية صغيرة ولقيت الست المرعبة دي نزلت لوحدها من العربية ووقفت في الصحراء ورفعت ايديها وفضلت تعمل كده اشارات غريبة بايديها كأنها بتتكلم او بتشاور لحد احنا مش شايفينه وبعد كده طلبت مننا ان احنا نخيم في المنطقة دي العمال المصريين نزلوا وبدأوا ينصبوا الخيام والمرأة طلبت منهم ينصبوا خيمة على بعد 200 متر من المخيم بتاعنا وانا مش عارف ايه السبب اللي خلاها تنصب خيمة على مسافة بعيدة كده من المخيم وطبعا لا اقدر اسأل ولا استفسر وبعد كده شفت العمال وهم بيحطوا صندوق خشب في الخيمة البعيدة دي وبعد كده سابوها ومشيوا ولما الليل جه فضلوا يتكلموا مع بعض وانا ترجم ما بينهم ولاحظت ان في منهم بيتكلم بلغة اسمها الفلامينش ودي لغة صعبة جدا بيتكلم بيها السكان المحليين في بلجيكا وتقريبا هم بيتكلموا بيها قصادي علشان ما فهمش كلامهم لكن انا كنت اعرف شوية في اللغة دي لكن ما كنتش متقنها فعملت نفسي ان انا مش فاهم اي حاجة من كلامهم لكن قدرت افسر بعض الكلمات منهم زي كلمة القمر والموعد والهدية لكن بعد كده فهمت ان كلمة الهدية دي معناها القربان عرفت بعد كده ان الراجل البلجيكي اللي جايبني ده هو الريس بتاع الليله دي كلها، لكن المرأة المرعبه اللي معاهم دي هي اللي ليها الكلمه الاولى والاخيره عليهم، واي حاجه تطلبها المرأه دي منهم لازم ينفذوها وما ينفعش اي حد يخالف تعليماتها، يعني تعتبر المرشده بتاعتهم، كان فاضل يومين كمان والقمر يبقى بدر بالتمام والكمال، وفي الليله دي وفي وقت متاخر جدا بعد نص الليل جه الحارس او البودي جارد الثاني اللي انا كنت بسال الراجل البلجيكي عليه وكان الحارس التاني جاي ومعاه لفه قماش كبيره معرفش كان جواها ايه وكانت المراه المرعبه في الوقت ده قاعده جنب الخيمه عماله تدخن في السجاير بتاعتها واول ما المراه دي شافت الحارس جاي ومعاه لفه القماش قامت من مكانها بسرعه وقابلته وخدته معاها وراحوا الاتنين عند الخيمه البعيده اللي انا معرفش فيها ايه وغابوا هناك حوالي ساعه ورجعوا تاني وفي صباح اليوم اللي بعده شفت المراه دي وهي ماسكه عصايه خشب وبترسم على الرمله شكل مربع كبير والراجل البلجيكي طلب مني ان اترجم للعمال المصريين انهم يحفروا بالظبط في مكان المربع اللي مرسوم ده ولما يوصلوا لعمق 4 متر يوقفوا الحفر وبالفعل العمال نفذوا كل اللي اتطلب منهم والرجل والراجل البلجيكي حاسبهم وطلب من السواقين بتوعه انهم يوصلوهم لبلدهم في مدينه قفط او في مدينه قنا وبعد ما يوصلوهم يرجعوا تاني بالعربيات لكن الاتنين الحراس المصريين كانوا زي ما هم معانا وكانوا سايبين معانا ثلاث عمال بس لزوم الشيل والحط والمناوله وانا هتجنن ونفسي اسالهم انتوا بتعملوا ايه لكن طبعا ال الف دولار كانوا مخليني حاطط جزمه في بقي ومش بتكلم في نفس اليوم بالليل كانوا كلهم الراجل البلجيكي والست اللي معاه وبقيت اصحابهم قاعدين يضحكوا ويسكروا وشربوا كميه خمور كتيره جدا لحد ما ناموا كلهم وحتى الحراس والعمال ناموا هم كمان وانا كنت الوحيد اللي سهران ومش جاي لي اي نوم وكنت قاعد بره الخيمه بشرب سيجاره فجاه سمعت صوت بكاء اطفال كان الصوت جاي من مكان بعيد وعرفت إنه جاي من عند الخيمة البعيدة، كان الفضول هيموتني وأعرف إيه الصوت اللي طالع من الخيمة ده، اتسحبت كده ومشيت بالراحة وروحت ناحية الخيمة البعيدة، وكل ما أقرب من الخيمة صوت بكاء الأطفال يبقى أعلى وبيبقى واضح أكتر، كان معايا في جيبي كشاف صغير طلعته وشغلته، وابتديت أبص جوه الخيمة وياريتني ما بصيت، شفت أكتر منظر مرعب شفته في حياتي في أرض الخيمة كان في نجمه سداسيه مرسومه بالدم وكان كل طرف من اطراف النجمه دي محطوط عليها جمجمه طفل صغير وفي منتصف النجمه كان فيها راس طفل رضيع بيبكي وكان الطفل بيبكي والجماجم اللي حواليه بيبكوا كلهم مع بعض في وقت واحد بيقول صديقي انا في اللحظه دي ما بقتش عارف اعمل ايه، اهرب منهم طب اهرب ازاي؟ ده الاسفلت بعيد جدا والعربيات لحد دلوقتي لسه ما وصلتش من انا، طب ارجع تاني ليهم بس انا خايف انهم يكونوا عرفوا ان انا رحت الخيمه وشفت اللي فيها ويقتلوني، وخصوصا ان الاتنين الحراس المصريين اللي معاهم شايلين معاهم سلاح، رجعت تاني للمخيم بتاعي من غير ما اعمل اي دوشه وقلت الحمد لله ما حدش منهم شافني، وفضلت اليوم ده سهران للفجر ومش جاي أي نوم من كتر الرعب اللي أنا شفته وعلى الفجر العربيات رجعت من انا ولما الشمس طلعت وكلهم صحيوا حاولت إن أنا أبقى متماسك قدامهم وما يبانش عليا أي قلق أو توتر ليشكوا فيا كنت هادي جدا وطبيعي كأني ما شفتش ولا سمعت أي حاجة لما العربيات رجعت من هنا كان فيها صناديق خشب وكانت الصناديق مقفولة بإقفال كبيرة وطلبت المرأة من العمال المصريين أنهم ينزلوا الصناديق من العربيات ويحطوها جنب الحفرة اللي هم حفروها وبعد كده طلبت منهم أنهم يفكوا الخيام ويحملوها على العربيات ما عدا بس الخيمة البعيدة يسيبوها زي ما هي مكانها ومحدش يقرب ناحيتها في اليوم ده على بعد العصر تقريبا كانت الخيام اتفككت واتحملت على العربيات والصناديق الخشب اترصت حوالين الحفرة وبعد كده المرأة طلبت من العمال التلاتة انهم يركبوا العربيات وانا اركب معاهم وبعد كده العربيات هتاخدنا وهتقف بينا في مكان بعيد عن الحفرة وطلبت المرأة من السواقين انهم يستنوا منها اشارة ضوئية بالكشاف ولما يشوفوا الاشارة الضوئية بتاعتها يرجعوا بينا تاني كلنا عند الحفرة وبالفعل ركبنا العربيات انا والعمال ووقفنا في مكان بعيد عنهم وكانوا هم واقفين عند الحفرة اللي هم المرأة والراجل البلجيكي وأصحابهم الأجانب وكانوا مخليين معاهم الاتنين الحراس المصريين كان وقتها خلاص الشمس ابتدت تغرب والليل هل علينا وفي الليلة دي كان القمر بدر بالتمام والكمال كان السواقين والعمال قاعدين ومولعين نار وقاعدين يحكوا قصص ويضحكوا مع بعض لكن أنا ما كنتش قاعد معاهم وواقف في مكاني وعمال أبص من بعيد على الخواجات وهتجنن ومش عارف هما بيعملوا ايه، أنا شايف أنوار الكشافات بتاعتهم بتتحرك في ضلمة الصحراء، لكن مش شايف ايه اللي بيحصل بالظبط، عشان كنا واقفين بعيد عنهم، فضلت مراقبهم من بعيد لحد ما شفت حاجة تانية رعبتني جدا، على ضوء القمر شفت طائر أسود ضخم جدا كان جاي من ورا الجبال البعيدة ونزل من السما في المكان اللي كان واقف فيه الخواجات عند الحفرة. في اللحظه دي كنت عايز اشاور للعمال والسواقين علشان يشوفوا المنظر ده معايا بس قلت لا ما تكلمش ولا كاني شفت حاجه وخلي الليلة دي تعدي على خير على نص الليل شفنا الإشارة الضوئية بتاعتهم فركبنا العربيات ورجعنا لهم تاني عند الحفرة وأنا عمال أبص في الحفرة وبص حواليا مش عارف الطائر الأسود الضخم ده اختفى راح فين بعد كده الرجل البلجيكي طلب من العمال إنهم يرفعوا الصناديق الخشب ويحملوها على العربيات تاني لكن المرة دي كانت الصناديق تقيلة جدا والعمال بيرفعوها بالعافية فاستأذنت الرجل البلجيكي إن ساعد معاهم في الشيل فقال لي ماشي ورفعت معاهم الصناديق على العربيات، وبعد كده شفت المرأة وهي رايحة لوحدها عند الخيمة البعيدة، وبدأت ترفع إيديها في الهوا وتعمل بإيديها حركات غريبة، وبعد كده راحت مولعة في الخيمة ورجعت تاني، وبعد كده فضلت تتكلم شوية مع الراجل البلجيكي والخواجات اللي معاهم، وبعد كده ركبنا كلنا العربيات ورجعنا في إتجاه الطريق السريع، اللي هو طريق القصير قنا، وقبل ما نطلع على الأسفلت العربيات وقفت، ونزل الراجل البلجيكي وسلم على الاثنين الحراس المصريين وودعهم وشكرهم والحراس والعمال الثلاثه ركبوا مع الخواجات العربيات وكان معاهم المراه المرعبه ومحملين معاهم في العربيات الصناديق الخشب وتحركت العربيات وطلعت على الاسفلت في طريق مدينه انا اما العربيه السادسه اللي انا كنت فيها مع الرجل البلجيكي فتحركت في اتجاه مدينه القصير فقلت له ايه ده هو احنا مش هنروح معاهم قال لي لا ووصلنا للقصير وبعد كده كملنا الطريق للغردقة مكان ما قابلت الرجل البلجيكي أول مرة طلب مني أن أدخل الفيلا بتاعته وأكل معاه لقمة لكن أنا من خوفي منه رفضت لا يكون لي حاجه في الاكل فقال لي طب استناني هنا خمس دقايق وهجيلك على طول طلع للدور الثاني ونزل بسرعه ولقيته بيديني الف دولار مبلغ اكبر بكتير من اللي قال لي عليه تقريبا الضعف وطلب مني ووصاني ان انسى الرحلة دي تماما ولا اقول عليها لأي مخلوق مهما كان وكان بيتكلم معايا بطريقة ودودة شوية بس في نفس الوقت كان في نبرة تهديد في صوته مرضتش اسأله على اي حاجة واخدت الفلوس منه ومشيت بكل هدوء وادب فبيقول صاحب القصة بعد ما صديق المترجم ده حكالي قصته كنت مصدوم من اللي انا سمعته وكنت ساكت ما بتكلمش فلقيته بيقول قال لي انت مش مصدق كلامي صح وفاكر اني بحكي لك قصه من اللي هي قصص الف ليله وليله او قصص قبل النوم فقال لي طيب انا هوري لك دليل على كلامي ده قال لي لما كنت بساعدهم في تحميل الصناديق الخشب على العربيات وقع الخاتم ده من صندوق منهم، وراح حاطط ايده في جيب القميص وطلع منه خاتم ذهب وقال لي اول ما الخاتم ده وقع من الصندوق رحت على طول شاطه بايدي وخفته في جيبي، وبيقول صاحب القصه لما صديقي المترجم ده طلع الخاتم وورهوني بالفعل الخاتم شكله غريب جدا وعليه نقوش غريبه بالهيروغليفي، وكان الجزء العلوي من الخاتم بيتحرك ويلف حوالين نفسه، وكان مرسوم على الخاتم صوره للاله مين رمز الخصوبه والتناسل عند الفراعنه. وكان مرسوم برضو على الخاتم صورة للصقر حورس فطلبت منه اصور الخاتم ده علشان اترجم الكتابه اللي عليه، فرفض بأدب ورجعه تاني في جيبه، وانا قبل كده شفت خاتم زي ده معروض في المتحف المصري، وقال لي صديقي ده انه بعد اسبوع رجع تاني للراجل البلجيكي، لكن طلعت الفيلا دي متأجره وهو سابها ومشي وما يعرفش راح فين، وقال ان من شده فضوله اجر عربيه دفع رباعي وخد اخوه معاه لنفس المكان اللي فيه الحفره علشان يشوف ايه اللي حصل فيه، فلقى الحفره زي ما هي فاضيه وما حاجه وعلى اطراف الحفره كان في جماجم بشريه الاطفال وكان في حتت قماش محروقه بتاعت الخيمه البعيده اللي المراه ولعت فيها غير كده ما كانش في اي حاجه تانية وبيقول صديقي ده انه بعد كام سنه قابل شيخ من الشيوخ اللي هم عندهم خبره كبيره عن اسرار الفراعنه والشيخ قال له ان اللي طلعوه الخواجات ده يبقى كنز مرصود ما بيخرجش الا عند اكتمال القمر في شهر معين وان المراه اللي كانت معاهم دي تبقى ساحره عظيمه وهي اللي دلتهم على مكان الكنز وقال ان الشيخ الشيخ طلب منه يوديه لمكان الحفره دي فهو اتحجج له ان الطريق اتغير وان الكلام ده حصل من سنين وهو مش هيفتكر يروح لنفس المكان ده تاني، فالشيخ قال له على فكره الخواجات دول هيرجعوا تاني لنفس المكان ده، وبيقول صاحب القصه كان في اسئله كتير حاولت اسالها لصديقي ده بس كان بيهرب منها، في حاجات بيجاوب عليها وحاجات لا لكنه كان بيقولي انه فضل سنتين بحالهم يجيله كوابيس كتير وكان بيشوف في الكوابيس الطائر الاسود الضخم اللي شافه في الصحراء وانا رغم خبرتي الكبيره في علم المصريات ودراستي العلميه في المجال ده ملقتش للقصه دي اي تفسير نهائي لكن في ملحوظه حابب اضيفها لما سألت عن المنطقة دي في الصحراء اللي اسمها اللقيطة أو زي ما بيقولوا كده عليها باللهجة الصعيدي اللقيطة اللي هي المنطقة اللي الخواجات خرجوا منها الكنز الناس كبار السن في مدينة القصير وإنا قالوا لي إن سبب تسمية المنطقة دي بالاسم ده إن المنطقة دي من زمان ولحد دلوقتي بيتم فيها القتل والتخلص من الفتيات اللي حملت سفاح أو اللي فقدت عذريتها بدون زواج وأهالي الفتيات دول من قرى وادي النيل ومن القرى المجاورة بيتخلصوا خلصوا من عار بناتهم في المنطقه دي وبيقولوا ان هناك هتلاقي جثث وهياكل عظميه كتير للفتيات وان اسم اللقيطه مرتبط باسم اللقيط اللي هو ابن الزنا او الحرام بس ولحد هنا خلصت قصتنا، يا رب القصه تكون عجبتكم، ما تنسوش لو القصه عجبتكم او الفيديو عجبكم تعملوا لايك وشير ليه من كل اكونتاتكم ومن كل مواقع التواصل الاجتماعي، ولو انتوا عندكم اي قصه ما تنسوش تكتبوها في الكومنتات تحت الفيديو ده، او ممكن تبعتوها لي على رسائل صفحه الفيس، وان شاء الله اشوفكم على الف خير في حلقه جديده وقصص جديده واقول لكم مع السلامه.